خالد الصياحين على الجانب الآخر إلى المتقدم عدي رقيبات، عدي 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 والكرة العرضية، ولكن الكرة فيها متابعة، جول جول، هدف للمساعيد، أشرف المساعيد جاء من بعيد ليغير مسار المباراة تماما، وأول هدف في الدوري للصريح للبديل السعيد أشرف المساعيد القادم من الخلف بالخبرة، بكرة لامست الدفاعات المعانية وفي مرمى أحمد عفاني، هدف التقدم للصريح في 44، في الدقيقة 44 المساعيد يتقدم، غير من مركزه من جناح أيمن إلى جناح أيسر، وفي اللقطة الماضية لعب كرة عرضية ارتطمت وذهبت وغلطت الدفاع وحارس المرمى ليكون هدف التقدم الخبير أشرف المساعيد، الكبير أشرف المساعيد يضع الصريح في المقدمة في 44، وفي أول هدف لنادي الصريح في بطولة الدوري يأتي، وأول هدف يأتي في بطولة الدوري في الشوط الأول، الارتباك كان في الدفاعات المعانية بالسرعة، السرعة والتوفيق